والله قليل وأقولها والله والله شاهد ورقيب علي، قليل ما أعطيتها البحرين. سلام الله عليه. على خطى أم الشهيد علي فيصل، قدمت أم الشهيد السيد محمود السيد محسن ابنها قربانا للوطن والدين، وأكدت ببيانها الثوري بأن الثورة في رسوخ ثابت وأنها محفوظة بدعوات الأمهات وثارات الآباء والأبناء الذين يقدمون كل يوم نموذجا جديدا للثورة التي لا تعرف الانكسار ولا التراجع عن الساحات. أنا أم لأربعة أطفال، فقط واحد، مستعدة أقدم الثلاثة للدين والوطن. أنا أتمنى. وعلى مدى الأيام الماضية كانت البحرين تكتب وصايا الشهداء عبر التظاهرات التي غطت كل المناطق والبلدات، رغما عن الأوامر الرسمية للقوات بقتل المتظاهرين وإنزال الرعب بين الناس. إلا أن الحضور الثوري في الميادين أبطل مفعول المدرعات ورصاصات القتل، وقد شهدت أكثر البلدات فعاليات ثورية رفعت شعار المقاومة والتحدي في وجه النظام، وأكدت عقيدة المقاومة وعمقها في نفوس المواطنين. النظام الحاكم واصل حملة الاعتقال للأطفال والنساء، واعتقل مؤخرا السيدة مريم سهوان واحتجزها 45 يوما بتهمة التظاهر، وهو استمرار في الطبيعة الإجرامية للنظام بهدف تطويق عنفوان الثورة من خلال الاعتداء على المحرمات والأعراض. إلا أن تمسك نساء البحرين بشرف الثورة وعز الموقف ردع هذه السياسة على مدى سنوات الثورة. تيار الوفاء الإسلامي قال في بيان له بأن تساقط الشهداء واستمرار المحاكمات والتوطين السياسي لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، وهي استحالة الركون إلى العصابة الخليفية. كما ثبت التيار خيار المقاومة السياسية والميدانية، ودعا إلى المشاركة في فعاليات الثورة ومواكب تشييع الشهداء. وفي هذا السياق أكد المحرر علي سعد على ضرورة استمرار الحراك في الشوارع. جميع الناس نزل إلى الشارع ومزدادوا صمودا داخل. ونقل سعد دعوات المعتقلين بعدم التراجع عن الثورة والتمسك بشعاراتها الأصيلة. وبموازاة ذلك قال السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي بأن النظام حقق معه حول مشاركته في تظاهرات طالبت بالإفراج عن المعتقلين العلماء. واستنكر المشعل في مؤتمر صحفي إطلاق العنان لمنابر الفتنة التي يرعاها النظام في الوقت الذي يقمع ويلاحق الأصوات المطالبة بحقوق الشعب، يستعملها جميعا في السب والشتم والازدراء والتوهين بطائفة كريمة في هذا البلد وهي الطائفة الشيعية الكريمة. ولا نجد أي استدعاء لمثل هؤلاء، وهم معروفون بأسمائهم وأشخاصهم.